أصدر عدد من الدول من بينها الإمارات والولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا دعت خلاله لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية دبلوماسية تتفق مع القرار 1701. وأكدت الدول أنها مستعدة بعد ذلك لدعم كل الجهود الدبلوماسية الرامية لإبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، كما دعت الدول كافة الأطراف بما في ذلك حكومة إسرائيل ولبنان لتأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور.